اهلا بكم اعزائي المشاهدين. النهارده هنشوف مع بعض مشكله جديده في باور سبلاي 12 فولت 30 امبير، وناقشنا كتير من مشاكل الباور سبلاي وصيانه الباور سبلاي في فيديوهات، هسيب لكم الرابط في الديسكريبشن. مشكلتنا النهارده لاحظت ان الباور سبلاي ده زي ما قلنا 30 امبير، ولكن عند توصيل الحمل الجهد بينخفض في حدود الواحد فولت او 7 من 10 فولت، وده طبعا شيء غير طبيعي. النهارده ان شاء الله هنكشف، وهي هنشوف العطل ده ممكن ايه القطعه التالفه اللي تسبب انخفاض الجهد عند التحميل او عند توصيل الحمل. تعالوا مع بعض نجرب الباور سبلاي، وبعد كده هنفك ونشوف ايه القطعه اللي ممكن تتسبب في العطل ده. هنوصل طرفين المالتيميتر مع الموجب والسالب، 3 مسامير الاولى للموجب والثلاثة التانيين للسالب. هنوصل هنا سالب وهنا موجب، وهنستخدم لمبة زي دي، وهنشوف بحمل وبدون حمل جهد الباور سبلاي، وهنتابع الجهد ونوصل فيشة الباور سبلاي. الجهد زي ما حضراتكم شايفين 12.2 جهد مظبوط. نوصل الحمل ونشوف مع بعض. الجهد انخفض ل 11.3 فولت، يعني تقريبا 1 فولت او 9 من 10 فولت. طيب نشيل الحمل، الجهد ارتفع مرتين. طيب ده غير طبيعي بالنسبة لي سويتش مود باور سبلاي، لان خدنا دوائر سويتش مود باور سبلاي المفروض بتكون الجهد ثابت، وخصوصا لو تيار الحمل اقل من قدرة الباور، والباور اللي معانا 30 امبير واللمبه دي بتسحب في حدود من 1.5 ل 2 امبير، فطبعا مفيش مقارنه بين قدره اللمبه وقدره الباور، فده شيء غير طبيعي. عايزين نعرف مع بعض النهارده ايه الاسباب اللي ممكن او القطع اللي ممكن تتسبب في المشكله دي، وده هنشوفه لما نفتح الباور سبلاي ونشوف مع بعض. بعد ما فتحنا الباور سبلاي انا شاكك في حاجه من اتنين، اما دائره الفيدباك او الاحتمال الاكبر مكثفات الاوتبوت. واول حاجه هنبص عليها والاسهل هي مكثفات الاوتبوت. زي ما حضراتكم شايفين مكثفات الاوتبوت في مكثف منتفخ، ومش كل المكثفات التالفه بتكون منتفخه، يعني المكثف المنتفخ بنستبعده وبنشيله من البورده ونستبدله مباشره، وكمان في بعض المكثفات بتكون سليمة بالشكل ده وبرضه بتكون قيمتها انخفضت جدا. ازاي بيسبب المكثف انخفاض الجهد عند التحميل او عند توصيل الحمل؟ المكثف وظيفته تنعيم الموجة اللي خارجة من الترانسفورمر، لان الموجة اللي خارجة بتكون موجة متقطعة وشبه مربعة، وعند انخفاض قيم المكثفات بيكون الريبل اعلى. وخدنا التموج في التيار وعلاقته بقيمة المكثف وازاي تختار قيمة المكثف المناسبة في فيديو برضو هسيبه لكم في الوصف. المكثفات اللي عندنا القيم بتاعتها 2216 فولت، وقلت قبل كده ان الباور سبلاي ال 12 فولت وجهده ادجستبل حتى 14 فولت، المفروض المكثفات اللي فيه تكون 25 فولت مش 16 فولت، لذلك بيكون عمرها الافتراضي قصير جدا وبتضرب بسرعة، فقيمتهم لما بتنخفض التموج بيزيد او الريبل بيزيد في الجهد، وده بيأثر على دوائر الفيدباك وبيأثر على قراءة الافوميتر، لان كل ما بيزيد التموج زي ما حضراتكم شايفين في الرسم البياني بيقل قراءة المالتيميتر، لانه بيقرا الار ام اس او بيقرا متوسط الموجة، وبالتالي ممكن في بعض انواع المالتيميتر بتشيل الجهد اللي فيه ريبل وبيقرا الجهد الثابت اللي تحت الريبل ده، وفي بعض المالتيميتر اللي بتقرا ترددات سريعة بتقرا متوسط الريبل، وبالتالي كل ما بيزيد الريبل بتقل معانا قراءة المالتيميتر. ده طبعا زي ما قلنا غير النقطة التانية، وهو تأثير الريبل اللي خارج على دوائر الفيدباك لو الاي سي بياخد الفيدباك بتاعه من جهد الاوتبوت. طيب هنفك البوردة ونخرج المكثفات ونشوف مع بعض.
هنشيل المكثف اللي ضارب في الاول، زي ما حضراتكم شايفين المكثف. طيب تعالوا نقيس القيمة بتاعته. زي ما حضراتكم شايفين المكثف مش مدي قراية خالص، وبالتالي فيه تفريغ ذاتي، وده بيعتبر حمل على الباور. يعني اولا حمل على الباور، ثانيا قيمته منعدمة، وبالتالي قدرته على التنعيم صفر، وبالتالي ده لازم يتغير. وطبعا بما ان المكثفات كلها واحدة وكلها مكثفات الاصلية بتاعت الباور، اكيد كل المكثفات كفاءتها انخفضت ولازم تتغير. وان شاء الله انا هشوف مكثفات تكون جهد اعلى من 16 فولت. نفك بقى المكثفات. ده المكثف التاني شكله سليم، حتى لو سليم هنستبدله لان هنجيب مكثفات جديدة، لان العمر في الافتراضي بتاع المكثفات دي انتهى. وده المكثف التالت، اذا هنستبدل التلات مكثفات بنفس القيمة ولكن جهد اعلى، 2200 نفس قيمة المكثف الاصلي ولكن 25 فولت. الفين ومتين خمسة وعشرين فولت كده اتنين. الفين ومتين خمسة وعشرين فولت، تلات مكثفات، هو ده المطلوب. تلات مكثفات اهم. لازم ناخد بالنا بقى من السالب والموجب. طيب قبل ما نقفل نشوف مع بعض، نوصل ونشوف جهد الباور سبلاي. نوصل باور، بسم الله. الجهد 12.28 من 100. طيب تعالوا نوصل، المفروض الجهد ما يتغيرش، 12.2 من 10، 12.2 من 10، مفيش أي اختلاف في الجهد، لأن زي ما قلنا تيار الحمل أقل بكتير من قدرة أو تيار الباور سبلاي، وبالتالي المفروض ما يتأثرش بحمل زي ده. زي ما حضراتكم شايفين الجهد منتظم 100%. وبكده كانت المشكلة في مكثفات الاوت بوت. تمام، هنفصل ونقفل الباور سبلاي ونوصل الفانة ونشوف برضو في اي مشكلة تاني في الباور ولا لا. ده جهد الباور سبلاي، نشوف الجهد مع الحمل، مفيش اي انخفاض في الجهد. طيب نشوف حمل اعلى ونعمل اختبار اقوى بلمبة زي دي بتسحب في حدود 6 امبير. نشوف مع بعض.
مفيش اي انخفاض في الجهد. تمام، وبكده الباور سبلاي رجع لحالته الطبيعية وبقدرته الطبيعية. سحبنا منه 6 امبير والجهد ثابت، مفيش اي اختلاف ولو 1 من 100 فولت. اتمنى يكون فيديو النهارده فيديو مفيد وعرفنا انخفاض جهد اي باور سبلاي عند التحميل غالبا بيكون مكثفات الاوت بوت. اتمنى كل اللي استفاد من الفيديو النهارده يدعمنا بلايك واشتراك في القناه لو اول مره تتابعنا وتفعيل زر الجرس، ونلتقي في فيديو قادم ان شاء الله. سلام.